دلوقتي انا هعمل ايه؟ هناخد مع بعض مقادير وصفتنا. زي ما قلت احنا احيانا ولادنا بيحتاجوا حاجات تكون زي سناكس او حاجات كده بيحبوا ياخدوا، يعني غير الوجبات الاساسيه، زي حاجات كده مقرمشه وبنكهات مختلفه وبيحبوا يشتروها من بره. وحتى انت في البيت ممكن مع كوبايه الشاي يكون نفسك بحاجه مملحه بنكهات مميزه. فهنعمل مع بعض النهارده بيتي فور مالح بس بالجبنه. اقصد ايه بالجبنه؟ مش القصد ان هو طعم الجبنه بس، لا، انت النكهات هنغير فيها، بس انا حاطه جبنه جوه البيتي فور، حاطه جبنه فيتا، فانت كده زودتي القيمه الغذائيه للبيتي فور، استعضنا عن كميه من الزبده بالجبنه، وايه؟ وهنعمل نكهات مختلفه. هناخد مع بعض المقادير. عندي كوبايه من الجبنه الفيتا 250 جرام، يعني ربع كيلو، وعندي نص كوبايه زبده. كده الزبده عندي مش هتكون كتيره، احنا معتمدين على الجبنه كدسم في البيتي فور وتدي له طعم. عندي 120 جرام بس، نص كوباية بس. عندي نص كوباية زيت نباتي ذرة أو عباد شمس اللي يريحك، 110 جرام. عندي 4 كوبايات ونص من الدقيق 600 جرام، هنضيفهم طبعا بالتدريج. عندي بيضة حجمها وسط أو كبيرة شوية، يعني مش هتفرق، بس خليكي في الوسط عشان تبقى العجينة معاكي ملمومة. وعندي معلقة صغيرة من البيكنج باودر، نص معلقة صغيرة من الملح، وربع معلقة صغيرة من الفلفل الأسود. طبعا ده التكوين الاساسي للعجين. بعدين هندخل بالنكهات، وعايزه اقول لكم ان الجبنه الفيتا مش هتدي طعم قوي، هي كده تمام، هي مش هتدي طعم قوي، هي هتدي قيمه غذائيه للوصفه. وهتعمل ايه كمان؟ هتخليكي تكوني قللتي في الزبده اللي انت حطاها في وصفتك، وكمان خليتي ولادك ياكلوا جبنه، خاصه الاولاد اللي مش بتحب الجبنه ومتعب اهاليها في الموضوع ده. وعايزه اقول ان طعمها حيادي، يعني هي مش هتعمل مشكله في الطعم. فانت عندك خيار، اما انك مثلا تخليه مملح وبس فتزودي الملح، او تعملي النكهات اللي هنعملها مع بعض. فانت لو عايزاه بس مملح هتزودي ملح وهترشي على وش البيتي فور ملح، ويبقى ايه؟ خلاص، يعني هو بالجبنه الفيتا بس وعليه شويه ملح، اوكي؟ او هتعملي النكهات اللي هنعملها كمان شويه. حطيت الجبنه الفيتا وحطيت الزبده وبضربهم بالمضرب بتاع البيض عندي. هضربهم بس شويه لغايه ما يختلطوا كويس، هحاول بس الم الاطراف، الم الاطراف عندي هنا، علشان ايه؟ احنا لما بنشتغل بالعجان اجباري يعني ياخد المكونات على الاطراف، فانا اديله مساعده كده، مساعده بسيطه، وارجع تاني اضرب. وهنزل بعدين بالبيضه، لحظه بس انزل بالبيضه، وهناخد اهو البيضه، وهناخد بعد ما انزل البيضه هناخد تليفون من دينا. الو الو، ازيك يا دينا؟ ازيك يا فران؟ ايه اخبارك؟ انا حوطت عشان اسمعك كويس. ايه اخبارك حبيبتي؟ الحمد لله، انا بحبك قوي. انت الاخبار حبيبتي؟ والله كله بخير، سعيده بسماع صوتك. انا ترى مره اكلمك، فاكره لما كلمتك؟ انا فاكره صح، بس انا قلت يا ترى انت دينا ولا حد تاني حبيبتي؟ اهلا وسهلا. انا دينا اللي كلمتك وقلت لك انا بسمعك من زمان. حبيبه قلبي نورتنا، انا مبسوطه اتكلمتيني تاني حبيبتي. انا بحبك قوي. الله يخليكي يا دينا. عندك اي طلب قولي لي. ممكن تقولي لي بس على طريقه البيتزا؟ ده لسه عاملاها من اسبوع تقريبا. حاضر، هقولها لك تاني. اوكي، ممكن ميرسي يا روحي. على طريقه العجينه بس. حاضر حبيبتي، ماشي يا روحي، حاضر، تكرم عينك. هشتغل شويه واحاول اقول لدينا، بس انا بضرب دلوقتي بالبيض مع الزبده مع الفيتا جبنه مع البيض. طيب الدقيق عندي هعمل فيه ايه؟ انا قلت هنضيفه في بالتدريج، فلذلك هو عندي دلوقتي ال 600 جرام. هعمل ايه؟ هقوم اخده كده بوله واشيل حبه صغيرين من الدقيق على جنب، والحبه دي هخلط بيها البيكنج باودر، عشان عايزه اضمن انه لما الدقيق ينزل كله يكون نازل بالبيكنج باودر، والحبه دي الزياده بننزلها بالتدريج، بس يعني غالبا هنحتاجها كلها. اوكي؟ بس دايما احنا بنعمل كده احتياط عشان ممكن يفرق معانا نوع الدقيق. طيب هنزل بالزيت بقى، نص كوبايه زيت. تمام؟ طيب هعمل ايه كمان؟ انا دلوقتي خلطت الدقيق مع البيكنج باودر مع الفلفل الاسود والملح، اخلطهم بس كده اقوى شويه، وندي تاني مساعده انه احنا هنلم الاطراف اللي لزقت هنا ومن تحت اجباري. لو شغاله بالمضرب الكهرباء اللي بتمسكيه بايدك هتلاقي الدنيا اتلمت معاكي، ده بس علشان ايه؟ بيلف كده، فنحتاج كل شويه نلم له الحاجه اللي في الاطراف.
طيب دلوقتي انا بخلص ضرب وبقوم ايه مستبدله سلاح، مستبدله سلاح المضرب بسلاح تاني او بايدك، يعني ينفع كده او ينفع كده، يعني ممكن انت دلوقتي تضيفي وبايدك بمعلقه تقلبي، او هنستعمل السلاح اللي انا طلعته دلوقتي. بصوا القوام بقى كريمي، شوفوا شكلها عامل ازاي. خلاص انا دلوقتي ده خلاص هنتخلص من السلاح ده، مش عايزينه، ونقوم نازلين بايه؟ نقوم نازلين بالكميه دي كلها اللي انا شايله منها تقريبا كوبايه، وهتلزمنا يعني الكوبايه دي كمان هتنزل، بس بنزلها بالتدريج. حدي بالكف بس لفه، ومعانا تليفون، بس خلوني بس ادي لفه صغيره عشان بس صوت العجان طبعا على البطيء، وما ينفعش نعجن، يعني احنا مش عايزين نقعد نعجن في العجين كتير. هو تقليبه اشوفه اختلط هقف كفايه، وناخد ام ياسمين. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حبيبتي شيف غفران، عامله ايه؟ ام ياسمين يعني. اللي انا عارفاها. اه يا حبيبتي. حبيبتي نورتينا، ازيك يا روحي؟ ربنا يخليك يا حبيبتي. لا انا لازم اقول بقى ده ام ياسمين من متابعين برنامجي من زمان، واهو دلوقتي بقيتي معانا على تن كمان. ايوه يا حبيبتي، والله فرحانه قوي ان انا شفتك تاني على التلفزيون. ربنا يوفقك. حبيبتي انا ام ياسمين قابلتها شخصي، قابلتها شخصي مره. ام ياسمين من اسكندريه صح؟ عشان أيوة قابلتك في اسكندريه. انا قابلتها شخصي، ومن الشخص يعني من الشخصيات المحترمه جدا فعلا. ربنا يخليكي، انت الاحسن يا قلبي. ربنا يخليكي يا رب ويحسن ما بين ايديك. الله يخليك. وطبعا مش عايزه اقول لك انا بموت في وصفاتك، وكل حاجه بتعمليها تحفه تحفه تحفه. حبيبتي ام ياسمين، على فكره انت من محبي الكيكات، فانا من دلوقتي بوجه لك ايه دعوه انك تتابعي الحلقات اللي هتيجي يعني في الاسبوع ده. طبعا عشان عندنا شغل كده هيعجبك. باذن الله يا حبيبتي، انت مبدعه والله دايما، ربنا يحسن ما بين ايديك. والله ام ياسمين يعني حد شاطر جدا ما شاء الله عليها، مبدعه جدا، بتشتغل طرد تحفه، بتبعت لي الصور دايما، ما شاء الله عليكي، يعني حد فعلا شاطر ومتمكن جدا جدا يا ام ياسمين. راحة بس تكه الجبنه دي بقى هجربها. جربيها وان شاء الله هتعجبك. طريقتك كان جميل بصراحه وتحفه. حبيبه قلبي، حبيبه قلبي، من الوصفات اللي بحبها قوي. ربنا يحسن ما بين ايديك يا رب. الله يخليك يا رب. الله يخليك دايما كده منوره الدنيا. الله يخليك يا حبيبتي. الله يخليك. ميرسي لذوقك يا روحي. الله يخليك. باي باي يا ام ياسمين. طيب طبعا دلوقتي شوفوا قلت لكم ايه، سبحان الله نوع الدقيق بيفرق. دلوقتي انا حطيت، فحاسه خلاص مش هيحتاج مني الدقيق اللي باقي ده، فده اللي انا ايه هعمله. بصوا كوبايه الدقيق اللي شلتها دي فعلا العجين عندي ما احتاجهاش، هو كده تمام. طيب ما فيش عندي مشاكل يا استاذ طلعت، بس انا هقول بس للمشاهدين اني انا النكهات اللي هضيفها هنقولها بعد الفاصل، ونقول هنعمل فيها ايه، بس انا هاخد حبه صغيره منهم وابدا اعملها عشان عايزه ادخل على الفرن وانتم معايا. هنطلع فاصل صغير، نرجع بعد الفاصل نشوف ايه التنويع في النكهات اللي ممكن نضيفه وهنتعامل معاه ازاي. فاصل صغير، راجعين بعد الفاصل، استنوني. ورجعت لكم بعد الفاصل. لحقت في الفاصل عملت عجينه بنكهه، هنقرا مع بعض في السريع النكهات، ودخلت صينيه في الفرن عشان احنا متعودين لازم نشوف مع بعض النتيجه فورا. طيب نشوف النكهات في السريع. عندي نكهه الجبنه، هتضيفي هتقسمي العجين ده بتاعك بقى، يعني بيستحمل يتقسم براحتك، تحبي تقسميه ثلاث اقسام، تحبي تقسميه اكتر. انا يلا عندي نكهة الجبنة عبارة عن ربع كوباية جبنة رومي مبشور، تقريبا 35 جرام، ده لو قطعنا العجين لثلاث أقسام، يعني تاخدي قسم من الثلاثة، التلت بتاع العجين، ضيفي له 35 جرام من الجبنة الرومي مبشورة، أو حابة تزودي براحتك. طيب نكهة حارة سنة، مش حارة قوي، لأنه يعني بستعمل دبس الفلفل السوري، لو هتحطي الهريسة الشطة المصري هتحطي كمية أقل، أنا بحط معلقة كبيرة على تلت كمية العجين، لو هريسة الشطة الحارة المصري هتحطي يا دوبك نص معلقة صغيرة. نكهة الزعتر، هو الزعتر السوري العادي بالسمسم، هنحط عليه تقريبا مقدار معلقة صغيرة ونص، أو ممكن تخليها معلقة كبيرة. نكهة السماق، هتخلطي معلقة صغيرة من السماق مع نص معلقة صغيرة بصل باودر، وتلت معلقة صغيرة من الكمون،
كل مقدار من النكهات دي بيكون لمقدار تلت العجين. تقسمي العجين لثلاث اقسام وتحطي نكهه. انا حاطه لكم اربع نكهات عشان ايه اختيارات اخرى. طيب ممكن كمان تعملي نكهه زيتون، هتاخدي زيتون اسود المخلي طبعا وتقومي تفرماه بالكبه وتضيفي لتلت كميه العجين مقدار ربع كوبايه زيتون مهروس بالكبه او مفروم ناعم جدا فيديكي طعم الزيتون. انا مدخله في الفرن عايزه بس اشوفها عشان ما تتحرقش معانا وحوريكم ازاي هنشكل. انا حاسه انها يلا لازم نطلعها. هايل هايل، ايه رايكم؟ هو ممكن اسيبها لحظه ولا اطلعها؟ طب يلا خلاص اطلعها خلاص. هي ممكن كانت تاخد سنه كمان بس انا كنت عايزه اوريكم ازاي هي بتنتفخ ونشوف مع بعض بنشكل ازاي. فورا انا هقطع العجين بتاعي للاقسام اللي انا عايزاها زي ما قلنا تلت. اوكي هحاول اشكل معاكم ان شاء الله يعني اللي اقدر عليه من النكهات. لو هنقول مثلا السماء زي ما قلنا والكمون والبصل الباودر اهمت، ده عندي مقدار المعلقه الصغيره من السماء مع الكمون الخلطه والبصل الباودر عندي. اوكي طبعا انت ممكن تاخدي الكميه دي او تقلليها براحتك. هتاخدي بقى العجين كده وعشان ما ينشفش مننا عشان دول عباره عن توابل ممكن نقوم حاطين بق صغير من الزيت ونقوم حاطين التوابل دي بتاعتنا. اوكي وهناخد بقى كده ونقوم مش عجن، ما ينفعش العجين ده يتعجن، هو يا دوبك كده بس يتقلب. خليني في طبق معلش عشان النايلون ده للفرد مش هينفع هيقعد يلزق ويتعبني. شايفين بس كده يا دوبك انا بقلب العجين ده ما ينفعش انه يتعجن. فورا انا عايزه افرد دي معاكم ونشوف بنحطها في الصينيه ازاي. نبعد دي، دي هتكون بطعم تاني. ناخد العجين ده ونقوم حاطين فوقيه ايه؟ نايلون تاني، كيس ثلاجه عادي جدا قصيناه وبعد ما اتقص حطينا عليه كيس ثلاجه تاني وهنقوم فردين. اهو. طيب دهن الوجه ما قلناهوش، ممكن رانيا ننزله وانا بشتغل. دهن الوجه وانا اقوله لكم كمان كده شفهي يعني سهل جدا، هو عباره عن بيضه، بتضربي بيضه بتكسري بيضه وبتحطي عليها معلقه صغيره. اول حاجه خدي معلقه صغيره من اللبن الحليب ودوبي فيه رشه صغيره من القهوه سريعه الذوبان اللي احنا عارفينها اللي بنشربها الصبح دي. تمام؟ بعد ما تدوبي فيها القهوه سريعه الذوبان هتعملي ايه؟ لا لا مش هشيل حاجه خالص والله، اهو هقطع بالشكل النجمه ده زي ما انا عامله في النسخه بالظبط. انا جايبه عده اشكال، عملت كل نكهه بشكل. ايوه وعندي الزعتر، عندي مش قصدي عفوا الوجه عليه كمان في الاخر سمسم وحبه بركه حسب النوع اللي انت عايزه تعملي له كده. هناخد صينيه عندي والصينيه مش هتدهنيها حاجه خالص. ليه؟ عشان عجنتي اصلا فيها زبده فمش بتحتاج انها تدهن. طيب انا مش هكمل دول، انا عايزه اعمل لكم نكهه ثانيه في السريع، فمعلش ده هناخده ونقول له باي باي وناخد نوع تاني من النكهات. عندي دي العجينه ودي هريسه الشطه السوري مش حراقه عشان هي خليط هايل، عشان هي خليط من الفلفل الرومي الاحمر ويا دوبك شويه من القرون الحراقه فبتلاقي طعمها جميل وسط. بنفس الطريقه دي بقى طريه وفيها زيت فمش هحتاج احط شويه زيت للعجين خالص، اهو بس بعجنها كده حاجه بسيطه لغايه ما احسها ايه اختلطت واقوم بنفس الطريقه فرداها. حلو؟ نفس الطريقه لو انا هعمل بنكهه الزعتر، هفرد اهو الزعتر نفس اللي حصل في السماء بالظبط، هاخد زي ما قلنا معلقه صغيره ونص من الزعتر السوري اللي بالسمسم هوريه لكم بس مش هنعمله، انا عايزه بس اخلص معاكم موضوع ازاي بقى بدهن الوش وبدخل على الفرن. بدخل على الفرن بدرجه حراره كام؟ بدرجة حرارة هتكون عندي 180 شغال من تحت أو من تحت وفوق مش هيفرق. أهو بصوا أنا هقطع بس كام واحدة كده وهندهن الوش. عايزة أقول على حاجة ممكن تعمليها للي بيحب، عشان يعني في ناس مش بتحب البتيفور يعني غير إنه يكون إيه مدي يعني تخريمة بسيطة، فأنت ممكن تاخدي إيه؟ تاخدي عود خشب كده عشان ما ينفش قوي، بس هو مش هينفش يعني لدرجة، وتديله كده تخريمه بسيطه لو انت عايزه. مع العلم انا الصينيه اللي عاملاها هنا قدامكم وطلعتها من الفرن ما عملتلهاش كده، بس الـ في ناس بتحب تعمل كده عشان ما يتنفخش معاكي بشكل غلط او مثلا يعني يطلع فيه فقاعات هواء كده منفوخه بمكان غير المكان التاني. طيب دلوقتي اخر حاجه اهو دهنت البيضه
اللي زي ما قلت اخدت معلقه صغيره من الحليب، دوبت معاها رشه قهوه سريعه الذوبان وخلطتها، بعد ما دابت القهوه في المعلقه الصغيره الحليب رحت ضرباها مع البيضه. حلو. وهنا بقى ايه، بعد ما دهنت شويه حبه بركل ده وبتاعت السماق، شويه سماق عشان تزود لي الطعم، وممكن نعمل منها ساده العجينه دي ما احط لهاش اي طعم خالص، وادهن نفس دهنه البيض ورش ملح، فيبقى مملح. بس خدي بقى الملح اللي يكون خشن شويه زي ما نلاقيه بالبسكوت المقرمش. اخر حاجه استاذ طلعت قبل ما يعني نختم، بالجبنه الرومي نفس الطريقه العجين، بس هتحتاجي ممكن يعني تحطي معلقه زيت صغيره وتحطي جبنه رومي، وده اللي هو بالزعتر السوري نفس القصه بالظبط. اخر حاجه وخلاص هنختم، هنقطع بس من دول. اوكي طبعا دي سخنه فتسيبيها لغايه ما في الصينيه تهدى، بعدين بعد ما تبرد تنقليها بقى وتخزنيها في اي علبه. يلا بصوا هش وناعم جدا، خلصنا. ايه رايكم؟ حلقه خفيفه وسهله، نوعي واختاري براحتك بالنكهات اللي انت تحبيها. زي ما قلت انا عامله لكم عده نكهات، زيتون وزعتر وسماق والدبس الفلافله، يعني الفليفل اللي هو هريسه الشطه السوري. اختاروا اللي انتوا عايزينه، يا رب تعجبكم. ما تنسوش لسه مكملين مع بعض، هنطلع فاصل صغير وهنرجع تاني، والوصفات دي بمقاديرها وطريقتها عندي على الصفحه، هتلاقوها صفحتي على الفيسبوك غفران كيالي عربي او انجلش، او في الانستجرام كمان غفران كيالي عربي وانجلش. استنونا بعد الفاصل مكملين تاني، مستنياكم.